السلام عليكم. زار والدي ولاية عنابة مرفوقا بممثلي الشركة الإيطالية المشرفة على وضع البساط نتاع العشب الهجين هذا، وكذا ممثلين نتاع شركة باتي ميطال التي تشرف على إنجاز الملحقات نتاع الملعب، يعني بلا شاربونت ميتاليك، كل هذيك الأشغال نتاع الهياكل المعدنية. إذا زار الملعب تاع النابة للوقوف على مدى تقدم الأشغال بعمل عملية تاع وضع العشب الهجين، وفي الحقيقة قد العملية قد تمت بنجاح، والآن رانا في المرحلة تاع سقي الزرع هذا لنحط فوق البساط نتاع العشب الاصطناعي، وننتظر اذا مدة شهر لي يعني يظهر البساط نتاع العشب الهجين كاملا. نترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.